اسمي سامر المصري، خريج جامعة البلقاء عام 2007 من كلية الهندسة، وأيضا حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من كلية الأعمال السويسرية في زيورخ. طبعا حاليا أعمل ككنتري مانجر في شركة بترول أمريكية، تعتبر هي من أكبر شركات البترول في العالم. بفضل الله تعالى تدرجت في تسلسل وظيفي في الشركة، بدءا من مساعد مدير العمليات في الشرق الأوسط إلى الوظيفة الحالية الموقع الحالي. طبعا هذا كان من خلال العديد من الإنجازات، بدءا من تطبيق سياسات الشركة، تطوير عليها، قمنا بالعمل على تأسيس شركات في مواقع مختلفة، تطبيق الأمثلة للأدوات الموجودة والمتاحة، قمنا بتنويع مصادر الدخل للشركة والريفينيو، تطبيق التكنولوجيا الحديثة، العديد من الإنجازات التي ساهمت الحمد لله بفضل الله تعالى بتطوير الأعمال والارتقاء بمستوى إلى آخر بالنسبة للفريق وللشركة بحمد الله تعالى. هذا كان بفضل فريق أعمل معه وكنت أقوده. كان هذا الفريق متنوع من عدة الجنسيات، والحمد لله قدرنا نأخذ كثير نتائج، حصلنا على جوائز عديدة على مستوى الشخصي وعلى مستوى الشركة، جوائز الحمد لله، تكريم، شهادات عالمية، شهادات أعلى، شهادات جودة على مستوى العالم. تنافسنا مع شركة مع العديد من الشركات وكنا نجيب المركز الأول دائما بفضل الله تعالى. والحمد لله كانت مرحلة مهمة بالنسبة لمسار حياتي. قبل العمل بالشركة الحالية عملت في عدة مسارات، لكن عم بتسلط الضوء على الفترة الحالية. بدأت مسيرتي بحياة البقاء الجامعية، انه خلال حياة الجامعة بقدر ما كنت آمن انه المسار الأكاديمي مهم جدا والشهادة مهمة، بقدر ما كان عندي وقت فراغ بالجامعة وكان ممكن عبي استثمره. قد ما هي الجامعة مهمة وشهادة الجامعة مهمة، الأنشطة اللامنهجية والبرامج الموازية مهمة جدا من الجامعة، واللي بيشرف عليها عمادة شؤون الطلبة، الهيئة الإدارية والجامعة، وكذلك صندوق ملح بلاد التنمية. خلال هاي الفترة بقدر ألخص مسيرتي بالجامعة بأربع مراحل أساسية ومهمة. المرحلة الأولى هي مرحلة التطوع، كان هدفي في هاي المرحلة هي البحث عن الذات. شاركت في مختلف أنواع الأنشطة على مستوى الجامعة وخارج أسوار الجامعة، كان الهدف منها البحث عن ذاتي والبحث عن نقاط القوة ومعرفة ما هي. وخلال هذه المرحلة بالفعل قدرت أغوص في كثير من المجالات، وقدرت أعرف شخصيتي أكثر ونقاط قوتي ومهاراتي وإمكانياتي أكثر. وأنا بآمن دائما أن ربنا خلى فينا ميزة عن غيرنا، أعطانا موهبة ميزنا فيها عن غيرنا. لا يقتصر أنواع الذكاء فقط على نوع واحد، هناك 7 أو 9 أنواع ذكاء موجودة فينا ممكن نكتشفها، وهاي الميزة هي تكون مصدر يوم أيام رزقك وقوتك بالدنيا كلها. فالحمد لله كانت هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية بعتبرها مرحلة التدريب، بدأت أتدرب، أخذ دورات بتوفرها الجامعة مجانا للطلاب، وهذه دورات جدا جدا مهمة. لو وازننا هذا العمل الدورات بمفهوم المادي فقيمتها عشرات الآلاف. الجهد الجامعة من الرئاسة للإدارة لصندوق ملك عدالة التنمية للعمادة، هذا الجهد أكيد ما تعبوا عليه من فراغ، في جهد كبير. كنا قادرين فعليا نأخذ الدورات، هاي الدورات اللي توفر للطلاب كانت قادرة على تقوي قدراتك الشخصية ومهاراتك، وتأخذها من مستوى لمستوى وتصقلها وتزيد نقاط قوتك. أنا دائما بآمن أنه لازم الإنسان يركز على نقاط قوته ويقويها ويعززها، وبنفس الوقت أيضا لا تخفى نقاط ضعفك وتشتغل عليها أكثر. المرحلة الثالثة بعتبرها خلال مسيرتي الجامعة هي المبادرات وبناء المشاريع. الحمد لله عملنا مشاريع على مستوى الجامعة وخارج أسوار الجامعة مع المجتمع المحلي ضمن التشابك الإيجابي مع المجتمع المحلي، وهذا عزز دورنا وطبقنا الأشياء اللي تدربنا عليها في هاي المشاريع وعطتنا خبرة فعليا عملية على أرض الواقع استفدنا منها، وكانت لها فائدة عظيمة اليوم لجنة ثمار الحمد لله. المرحلة الأخيرة هي مرحلة بناء العلاقات. دائما أنا بحكي دائما مرحلة بناء علاقات كثير مهمة، العلاقات الصادقة المحبة يجب أن تكون دائما موجودة. العلاقات هي عبارة عن لا يوجد لها ثمن، هي من أهم الأشياء، بتفتح لك الفرص، بتوظف هاي العلاقات بأشياء كثيرة بحياتك، لكن أهم شيء يكون أساسها الصدق والثقة حتى تكتسب الثقة وتبني عليها كثير أشياء بالمستقبل. بختم كلامي بنصح الطلاب دائما على مقالة راس الآن، إنه ابدأ، ما تأجل عمل اليوم، ابدأ وخليك دائما مبادر،
وعندك هاي الطاقة اللي جواتك ما تكون بوقت فراغك فقط ما تكون إلى نتائج. نعم في أوقات التسهيلية، لكن ابدأ واجتهد واشتغل، أكيد تعب ما راح يروح سدى، كل تعبك راح يكون في مكانه الصحيح. النصيحة الثانية، اطلع من منطقة الراحة واشتغل واجتهد، هذا الشيء مهم. النصيحة الثالثة، تخصص، ابدع في شغلة. قلت لك ضربت لك البداية انه ربنا اعطاك موهبة عن غيرك، ميزك فيها، اشتغل عليها، تخصص فيها، طور عليها، اعرف تفاصيلها، ادخل في حيثياتها، وهذا الشيء كثير مهم. بالنهاية بشكر أهلي، بشكر بطني، بشكر جامعتي، بشكر أساتذتي، بشكر المشرفين بجامعة القاضي التطبيقية، وكل من ساندني من أصدقائي والناس اللي كانوا حوالي مسيرة حياتي وحتى على المسار المهني أيضا. بشكر الجميع ويسعد أوقاتكم دائما.